ظافر العابدين، اليوم عم نشوفك برمضان عم بتشارك بمسلسلين، واحد شوي لايت اللي هو كراميل، وثاني ايضا مع مصري، يعني واحد لبناني وواحد مصري. نعم، شو رايك بالاختلاط اللي بيصير بالتمثيل بين الجنسيات العربيه؟ لا، هو الاهم يعني طبعا لما تقوم تصوير اي دور التركيز يكون في الدور هذا، حتى لو تكون تقوم بادوار اخرى في وقت ثاني. العاملين مختلفين، اللي هو واحد رومانتك كوميدي اللي هو كراميل في لبنان، والمسلسل الاخر هو حلاوة الدنيا. انا استمتعت بالتجربتين اللي هم يعني كل واحد يعني اطار اجتماعي دراما هادفه، وطبعا مسلسل رومانتك كوميدي. استمتعت بالتجربتين وان شاء الله المشاهدين استمتعوا بهم. كيف كيف اياها كانت الاحب لقلبك، الكوميدي او الدرامي اكثر؟ هم المقارنة صعبة بين الدراما وبين الكوميدي، لكن أنا شخصيا استمتعت بالاثنين. أهم شيء أن يكون العمل مختلف، وأن يكون يعني تعمل في دور مناسب ليك، وهذا يخليك تستمتع بالدور. فبصراحة استمتعت بكراميل لأنه مسلسل مختلف، روحه خفيفة، وطبعا مسلسل حلاوة الدنيا اللي دراما اجتماعية هادفة ومشروع مهم جدا. شفناك برامز تحت الارض، بعد ما شفت لك ولا تصريح بعد الحلقه تبعت رامز، شو هلا قل لي شيء عن مشاركتك والضرب اللي اكلته. المشاركه طبعا انا كنت فاكر اني اشارك في برنامج نيشان، بعد تفاجات طبعا اني موجود في برنامج رامز، لكن تجربه كي ما اي تجربه، وان شاء الله يعني الجمهور استمتع بمشاهده الحلقه. بس ما بدك تقول له شيء لرامز ابدا؟ لا، نقول له كل التوفيق له. اي رامز يعني هو قوم برنامج المقالب، لكن نتمنى له التوفيق. فقط شو جديدك هلا؟ وين معقول نلاقيك مسلسلات وغيره؟ عندي مشاركه ان شاء الله في عمل مسلسل امريكي قريبا ان شاء الله، وبعدها فما اجازه ان شاء الله اكيد مع العيله. نعم، شكرا لك، وبدي معايده منك لمشاهدينا. اهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. دافر العبدي. راغب علامي كملت. بدي ساعده، فينا نساعده. شو بدك تساعده؟ اسم الله. هذا الفيديو ما بعمل انا وياه. طيب اعطيني رايك بالفيديو كليب اللي طرحه باخر. بشع. لا بالعكس، عم بتحكي استاذ، انت عم تحكي شخص ما في منه. حبيبي الله يخليك. شخص نادر. الله يخليك. ايه طبعا، انت عم تحكي مع فنان شامل. طول عمرك. لحد هلا بعده مستمر، وهيدا شو بدل؟ انه نجاح. في كتير كانوا معه اختفوا، في كتير وقفوا، وبعده مستمر، ومش بس مستمر، نمبر 1. حبيبي الله يخليك. رد له اياها راغب علامة. ليك ما احلاك. لا شو انا شو ما بحكي عنه شهادتي في مجروحه. شو ما بحكي عنه شهادتي في مجروحه. طيب شو رايكم بالفنانين هلا بنشوفهم عم بيمثلوا، فجاه بنشوفهم صاروا فنانين وعندهم فيديو كليبات مع انه صوت ما عندهم؟ هون بين التمثيل والفن بشكل عام. نعم، انه اللي بده يغني لازم يكون صوته حلو. صح، ما عندي شيء اقوله. طب ليه عم نشوف هيدي الظاهره اللي فينا؟ في مطربين عم بيمثلوا كمان. صح. هلا حضرتك مع المطرب؟ طبعا. دينو وفا. حضرتك مع المطرب اللي بيمثل؟ صحيح حبيبتي، واللي صوته حلو، والفنان الشامل اللي شكله صوت وكل شيء فيه يعني بيضلوا مدى الحياه. حبيبي. لا بيختير ولا بيكبر، وبيضل نمبر 1 بكل شيء بيعمل. حبيبي. اللي بيعمله. لكن انا بالنسبه لي التمثيل كثير صعب بالنسبه لي. بس راغب والله شفتي بالكليب شو حلو؟ بدي اسالك ليه ما بتحب تمثل؟ لانه كلهم عم بيقولوا ليش ما بتمثل؟ انا بعدني ما بعرف، بعدني ما حسيت حالي انه بتمثل. لا بس عن جد عشان ما بعدين تنتقديني. لا، مثل مشاهدات على موقع يوتيوب على فيديو كليبا كانت عاليه جدا بالفتره الاخيره، بدي تقول لي شو بيميز راغب علامه لبعده رونقه هالقد عالي؟ اكيد لبعده رونقه هالقد عالي مقابل غيره. انا بعمل عمل كثير بحب، بشتغل بحب. نعم، طيب شو جديد؟ بشتغل بشغف. بحب بشغف. شو جديدك هلا راغب؟ شيء قوي. طيب شو هو؟ شو هو؟ شيء اقوى والله. شيء اقوى من هيك؟ شو اغنيه جديده؟ البوم؟ شيء اقوى يعني اغنيه اكيد. طيب ما بنشوف البوم قريبا لك؟ ما بعرف. نعم، بدي معايده منك لمشاهدينا. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله الايام اللي جايه ما تكون على شكل السياسه اللي بالبلد.
يعطيك العافية أول شيء. بنشوف بتقولي إنك بتحبي أصحابك كتير، زعلت مني شان آخر فترة وقلت إنه أنا زعلت مني شان. يعني زعلت هيك وزعلة ونتصالح تمام، زعلت أكيد مشان ما بقى حدا بحياته يفكر إنه شو يحطني بموقف مثل هذا. هي شو كانت عاملة فلة معي حتى وأنا نسيت، لأنه إجوا رفقاتي قالوا لي كيف سلمتي، أنا نسيت شو عملت، والله العظيم بنسى. ما ترى عن جد، في ناس معترين، بلاش أسئلة، هذا اللي عملناه هو كفاية ودمه خفيف وحقيقي اللي هلا صورتوه. ما بقى بدك تقولي لي شيء؟ ما ترى هيك. عندك عمل جديد رح ينزل بعد رمضان؟ ألبومي اللي يعني من حقي يقول عنه خيالي، ألبوم أخذ مني مجهود كتير كبير، مجهود سنتين، وأغاني غير عادية، فيه ثلاث أغاني لبنانية. واو، قديش أصالة اللبنانية بحبوها، وهلأ رح تغني باللبناني أيضا؟ نعم، مع مين؟ في صلاح الكردي وخالد البكري ومجموعة ناس، وكل سنة وأنتم سالمين، كل عام وأنتم بألف خير حبيبتي، ديري بالك. شكرا لك. شكرا لك. والله لبنان دائما سباق في هذه الأحداث الراقية، ودائما بيجمع شمل العرب، وخاصة لما أقول العرب هني صورة أي كل بلد، هو الفنان وهو الثقافة، هي ثقافة. فاليوم كان فطور من أروع ما يكون، وبوجود جنسيات مختلفة من الوطن العربي، وجوه رائعة، فأنا جدا فرحانة أني أكون موجودة دائما، لأنه هيدا لبنان، هيدا لبنان. خبرينا شوي عن أعمالك هلا القادمة، في عندك أعمال؟ يا أكيد عندي عملي في الجزائر على العيد، وعندي سينجل يعني فلة ولا كلمة، سينجل مهضوم، وعندي أعداد هيدي طربيات تون 1 تون 2 تون 3، هيدي راح باشر بعد العيد بأسبوع على الاستوديو على طول. يعني نحن ناطرينك بأعمالك فلا، لأنه تعودنا كل أعمالك تكون مميزة. نعم، بدي كلمة منك فلا لمشاهدينا. بتمنى يعني أنه يكون عيد مبروك إن شاء الله، وينعاد عليكم بالخير وبالصحة، ولهنا على كل الشعب الجزائري اللي هي بلادي، على كل الأمة العربية، وإن شاء الله عيد بيحمل مزيد من إعادة نظر في كل ما يحصل في وطننا، باش أولادنا يعيشوا في سلام إن شاء الله. رجاء، حضرتك ممثلة مخضرمة، اليوم عم نشوفك موجودة وسط عدد من الممثلين اللي عم بيطلعوا هلأ بالفترة الأخيرة أو برمضان بمسلسلات، خبرينا شوي شو رأيك بالتمثيل الحالي، وهل حبيت المسلسلات اللي عم تحضريهم؟ طبعاً بالتأكيد، يعني أنا هقول لك حاجة، أنا موقفتش عند مرحلة معينة، يعني أنا يمكن بدأت أمثل من سنة 59، يعني أول فيلم اللي كان دعاء كروان ومشيت، ولكن تطورت مع الزمن، يمكن هو ده الاستمرارية اللي حصلت لي أنا، بالنسبة لي أنا يعني ما فضلتش بمثل بأسلوب الستينات أو السبعينات، لأن الزمن اختلف، والأداء حتى الجملة اختلفت، والأداء اختلف، الكاميرا اختلفت، المخرج اختلف. شو اختلف فيهم؟ رأيك هلأ فيهم؟ بشو اختلفوا بين الزمن القديم وهلأ؟ المقارنة يعني؟ لا المقارنة بصي، أصل الإمكانيات اختلفت، الإمكانيات اختلفت كتير قوي، وزمان كنا قليلين قوي، كان الفنانين أقلية مش كتير، يعني 20 نفر، النهاردة ما شاء الله أرقام، وأرقام من كل بلاد العربية كلها، وكلنا بنتعاون وكلنا بنشتغل مع بعض، فما هياش أبداً الظروف من زي زمان، حتى الأدوات، الكاميرات، الإضاءة، كل حاجة اختلفت تماماً، فما بلاش تقارني أبداً الزمن ده بالزمن الماضي، كل زمن له حلاوته، ولكن إحنا بنعيش فترة حلوة قوي السنة دي، يعني سنة الدراما عالية قوي قوي، في كذا مسلسل فعلاً حلوين قوي قوي، يعني هذا المساء، لا تطفئ الشمس، على فكرة إنتاج الشركة بالذات هنا هايل هايل، فأنا شايفة إن يعني، وبعدين في مكان للجميع، يعني في مكان إنك أنت النهاردة لما تلاقي أبطالنا، يعني هتلاقي مثلا إياد بطل في مسلسل، هتلاقي ظافر من تونس بطل في مسلسل، هتلاقي ممثلات من تونس زي هند صبري،
فالقاهرة فتحة دراعتها لكل الناس. بيقولوا لي ما جيتيش لبنان تمثلي لي، قلت لهم طيب احنا جبنا للبنانيين مصر، خلي لبنان تجيبنا لبنان واحنا نمثل في لبنان ولا ايه؟ مفروض يعني هو مهم يكون في هيدا الائتلاف بين الممثلين العرب اجمع صحيح؟ الهارموني ده والائتلاف اللي بيننا، فده مهم قوي. بقى عم نشوفه هلا من خلال المسلسلات، بنشوف مجموعه جنسيات عربيه بمسلسل واحد. حلو قوي قوي قوي. لسه بقول له كنت الاستاذ زماميش ماشيش، بقول له ان احنا قضايانا واحده ومطالبنا واحده ومصاعبنا واحده ومشاكلنا واحده، يا ريت نعمل عمل جماعي يخدم القضايا بتاعتنا. فقال لي والله بندرسها ونشوف يعني، لان فعلا او نبعت رساله حب من خلال الشاشات للناس عشان الناس ترجع تاني تحب بعضها. ذكرت حضرتك هلا القضايا، القضيه المصريه شو بدك تقولي عنها؟ لا القضيه المصريه عندنا احنا الحمد لله، انا سعيده جدا جدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عايزين شويه صبر والامور هتبقى كويسه قوي 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 ان شاء الله، ولكن الامور حلوه قوي، اتحسنت جدا جدا جدا، البلد شغاله وفي اتفاقيات حلوه قوي حصلت، وفي مشاريع طالعه جديده كتير قوي قوي، فرص كتير قوي للشباب. مؤتمرات الشباب اللي اتعملت ادت فرصه ان الشباب النهارده يعتلي المنصه ويطلع ويقول رايه ويناقش الرئيس والرئيس يجاوبه، ففي حريه للراي وفي رغبه في ان نضخ دم جديد في الوزاره. لا لا الحمد لله كله كويس قوي. يعني قطعت المرحله الصعبه مصر هلا فات على انفتاح الحمد لله. عايزين شويه صبر بس، نصبر على بعض عشان الاستعجال ده، احنا صبرنا كتير، نصبر شويه صغيره وكل حاجه تصلح ان شاء الله. بدي معايده، ما بقى رح تعبك، بدي معايده منك لمشاهدينا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم متمتعين بالصحه والسعاده وراحه البال والامان والاستقرار. كل سنه والعالم كله بيحب بعضه، كل سنه والعالم العربي متكاتف. كل ما تكاتفنا وكل ما قربنا من بعضنا، كل ما اديناش فرصه لاي حد ان هو يتسلل بينا ويعمل وقيعه بين الاخوه. كل سنه وانتم طيبين. كلوديا مارشال اليوم من ممثلة لا كاتبة لا رئيسة أكاديمية أيضا، شفناك خبرينا شوي المسلسلات اللي عم بتشوفيهم بآخر فترة ككتابة، هل راضي فيهم؟ أنا بشوف أنه كتير منيح اللي عم بيصير، والسنة في مسلسلات حلوة كتير وعم تنطرح بشكل متطور وحلو، وأنا مبسوطة فيهم يعني عم بحضرهم، لأنه كل ما كان في مسلسلات لبنانية زيادة كل ما كان شيء سليم أكتر. شو بقدم هذا الشيء للدراما اللبنانية؟ بس يكون في دراما بقدم للدراما، يعني لما يكون في دراما بدي يكون في أكثر من 5 6 7 10 مسلسلات يتنافسوا لحتى يصير في صناعة اسمها دراما بلبنان عم تتنافس مع بعضها مثل ما صار السنة. شو المسلسل أكثر شيء هيك حسيتيه قريب منك حبيتيه؟ مثلا أنا عم تابع بشوف تاني يوم لأنه بذات الوقت مساقبة، بشوف لآخر نفس كريم رزق الله، بشوف شوي أدهم بيك، بشوف الهيبة، يعني عم حاول تابع شوي غيري لحتى نشوف كلنا شو عم نعمل ووين صرنا، وهيدي شغلة كتير مهمة ومبسوطة فيهم كلهم. في أكاديمية بعد هلأ؟ بعد في مواسم جديدة؟ لا هلأ لا هلأ ما في، ما بعرف بالمستقبل شو ممكن يصير. توقفت ليه؟ توقفت لأي اسباب؟ السنه هلا ما في، نحن عم نشتغل لمصر اصلا للسي بي سي والاحوال شوي مش كتير ظابطه هونيك، يعني انه نعمل السنه ما في، ما بعرف سنه الجاي شو ممكن يصير. شو وين معقول نشوف كتاباتك عن جديد؟ في عم تكتبي شي مسلسل جديد هلا؟ هلا شفنا الفلاحين وعم بكتب هلا وعم نحضر لرمضان الجاي، وعندي 60 حلقه قبل عم نحضر. كلوديا بدي كلمه منك ومعايده لمشاهدينا. بدي أقول للكل ينعاد عليكم، إن شاء الله تكون أيام أحلى، وإن شاء الله يكون صيفية حلوة ومزدهرة وما يصير في أحداث بشعة، وينعاد على الكل بالخير والصحة إن شاء الله. نعم شكراً لك. جسي عبدو ممثلة كوميدية بامتياز، بلشت بالكوميديا وايضا هلا متابعه بالكوميديا. مبسوطه يعني بالنجاح اللي عم بيعمله كراميل، كثير مبسوطه فيه وحب الكومنتس كثير من الناس.
يعني الكوميديا مثل المطبوعه بشخصيتك، قديش العالم حبتك، عم نتابعك قديه عم على التويتر او على مواقع التواصل الاجتماعي؟ صح، العالم كثير متفاعله مع الدور اللي عملته وكثير حبته وكثير حبت الشخصيه، وانا يعني عندي ضعف على الكوميدي لانه هيدا الشيء يعني بيشبهني شوي، بيشبه شخصيتي، فالحمد لله. طيب بعد كراميل وين معقول نلاقي جيسي عبدو؟ عم صور هلا حاليا مسلسل بابو ظبي مشترك عربي بان عرب، ولبعدين عندي شيء لبناني اذا الله راد، يعني بعد عم ينحكى فيه، بعد ما فينا نحن ما فينا نحكي، هو عم ينحكى فيه بس نحن ما فينا نحكي. قالوا لي ما اقول. لو ما قالوا لك كنت قلت. قالوا لي ما اقول. اي هلا حب على قلبك، الدراما او الكوميديا هلا اذا خيرناك؟ الاثنين، لكن الممثل ما فيك تخيريه، يعني انا عندي الاثنين وبحب الاثنين، فمثل ما بحب الكوميدي كمان بحب الدراما. بدي معايده منك لمشاهدينا. اكيد انا بعيد الجميع، وان شاء الله يا رب هذا العيد يحمل معه كل الخير لكم والبركه. كارمن لبس بمسلسل كراميل اخذ رواج على الاخر، انه جربت لقوت هيك بعض الكاركترات من مجموعه ناس، يعني حتى الكرايز شايفه وحده بتعمل هاي الكرايز، يعني بتصير بالارض بتطلع عن الارض وبتنزل، يعني كثير بعيده بس تسليت، عشت الدور كرمال هيك العالم عم تتفاعل معك وعم تتفاعل ضدك اوقات بنشوفهم كمان. ليكي بس يقولوا لي عم نكرهك هذا الشيء بيفرحني لانه وصلت الشخصيه صح وهيدا اهم شيء. كارمن شو جديدك هلا بعد هيدا المسلسل؟ انا عندي بلحظه على الجديد، فعنا 30 حلقه تقريبا ان شاء الله الاسبوع الجاي بدنا نبتدي تصوير فيهم. عندي الزيبق الجزء الثاني وعندي الزيبق الجزء الثاني لرمضان. معايدة منك كارمن لمشاهدينا. كل سنة وانتم بخير ويا رب تنعاد عليكم بالخير والفرحة والبركة والسلام، ويعم السلام على كل المنطقة وعلى المنطقة العربية طبعا وعلى كل دول العالم. كل سنة وانتم بخير. عمار شلق عم نشوفك باخر فترة بورد جوري اخذ دور بطولة ايضا، خبرنا شوي عن هيدا المسلسل وعن مشاركتك فيه. مشكورة كلوديا بهيدا المسلسل انها عرضت مشكلتين اجتماعيتين كتير خطيرين العالم ما بينتبهوا له او بيمروا عليهم مرور الكرام او في فهم سيء لهم. اول مشكله هي الاغتصاب، ضوت على موضوع انه هيدا جريمه، مش شيء عيب، واذا البنت اغتصبت لازم تتخبى وتخاف ويا ويلي الجرثه، والاهل يقولوا لها لا خلص ولا كلمه، ولا بالعكس هي جريمه لازم تروح تاخذ حقها، لازم تتشكى، في محامين بياخذوا الحق ومين ما كان يكون لازم يتقاصص ويتعاقب. والشغله الثانيه هو السجين اللي بيكون بالحبس وبيطلع ومشكلته مع المجتمع اللي ممكن ما يتقبله او يتقبله، ومشكلته مع جيرانه واولاده وعائلته، كل هالقصص. مشكوره كلوديا على هاللفته لهالمشكلتين. طبعا مثل العادي في قصه حب، مشكوره انه قصه الحب اجت ما بين الولاء والشرف والشهامه والضمير وعذاب الضمير. نحن مصدقين وعم بيخلونا نصدق انه نحن بلد حضاري. نحن مش بلد حضاري. روحوا على افريقيا هنيك الحضاره، روحوا شوفوا كيف الانتخابات، روحوا شوفوا كيف تنظيم الطرق، روحوا شوفوا كيف بلموا زباله، كيف بيضبطوا الزباله. افريقيا هو الافريقيا اللي انه افارقه قال، هنيك الحضاره مش هون. العراق رغم كل مشاكله الانتخابات بتقطع بكل رقي. فلا نحن مش بلد حضاري، نحن بلد الفساد، الحضاره بالفساد، الابداع بالسرقه، ايه ال 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 اللب يعني اللمعه بشحن المذاهب والطوائف والكره والحقد وتغذيه الدم، هذا بلدنا وبس. الحق على مين؟ مش علينا نحن اللي عم نقبل. الحق على الموروثات القديمه، الحق على التربيه، الحق على العيال، الحق ايه كله على التربيه وعلى هول القصص. ليكي الشعوب العربية ما بتزبط معها بعد هاي الخبرة وكل هالثورات اللي صارت، رغم انه أنا معها للعظم كل الثورات، بس يبدو نحن ما بنمشي إلا بالجزمة كلياتنا. يلا باي. لحظة 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 لحظة، بدك كلمة معايدة منك لمشاهدينا أكثر من هيك. رمضان كريم رغم انه صرنا بآخره، بس بستغل الفرصة لحتى أقول فطر سعيد لجميع المشاهدين. عمار شلق. أنا مبسوطة كثير للدراما اللبنانية السنة متألقة برمضان، بفتكر إنها دعست دعسة جدية بحقل الإنتاج للدراما العربي،
ان شاء الله بنتمنى لها حضور عربي اكثر واكثر سنه عن سنه يكبر هالحضور. ما عم بقدر تابع كل شيء لانه عم صور ثوره الفلاحين اللي هو عمل كثير عم بياخذ منا جهد ووقت كثير، ولكن اللي شفتهم حبيتهم، يعني حبيت كثير كراميل ورد جوري، الهيبه، عمل متقن، في اعمال حلوه يعني هيك بيكبر قلبك فيها. غير ثوره الفلاحين وين مع شو عندها هلا شيء جديد تقلا شمعون؟ هلا في مشروع بفتكر رح يصير هلا يفوت البلاتو تصوير بعد ما انتهي من تصوير اخر مشاهد لالي بثوره الفلاحين. هذا المشروع مع شركه انتاج جديده، وبالمبدا رح اكون انا من الابطال المسلسل اللي هو اخراج رشا شوربجي وانتاج شركه جديده كريستيان شميل، بطولة ستيفاني صليبة ورودني حداد ومجموعة من ممثلين مهمين، يعني إن كان عرب وإن كان لبنانيين. هيدي الكومبينيشن اللي منلاقيها بين العرب واللبنانيين بالتمثيل، هل حاببتيها؟ شو بتقدم للدراما اللبنانية تحديدا؟ ما فينا ننكر انه قدمت كثير للدراما اللبنانيه، يعني نحن بوقت معين ما كان في لنا سوق في الوطن العربي، وفي نجوم كثير وممثلين كثير مهمين لبنانيه للاسف ما كانوا معروفين بالوطن العربي. فينا نقول انه هي ساعدتهم لحتى يفوتوا مجال الانتاج العربي، ولكن بنفس الوقت هي سيف ذو حدين، يعني هي تسقط او ما بتعود تقدم دورها صح لما بيكون في استعانه بشخصيات او نجوم عرب ليلعبوا ادوار مش مكتوبه لتكون لهو يكون شخص سوري او مصري. هون اثر عند المشاهد اللبناني انه هو ما استحسن هيدي الشغله او ما صدق انه ليه بده يكون هذا الشخص عم بيحكي لهجه مش لبنانيه، هو عايش على الاراضي اللبنانيه وهو امه لبنانيه وبيه لبناني. هون الكريديبيليتي او المصداقيه في صناعه الدراما هي شغله كثير مهمه وهي عنصر اساسي واولي، انه لازم يكون في مصداقيه. لما بتنفقد المصداقيه بياثر عند المتلقي انه هو يقبل هالشيء. انا مع انه يكون في هالاعمال العربيه، ولكن يكون النص او الحدوته أو الشخصيات يعني الموجودة بقلب العمل العربية، إن كنا نحن بلبنان عم نعمل إنتاج لبناني معنا ممثلين من مصر أو من سوريا، يكون فعلا العمل يتطلب وجود شخصيات هيك، وحتى اللبناني اللي بده يشارك بإنتاجات سورية أو مصرية لازم يكون كمان بنفس الوقت مبرر دراميا وجوده بهذا العمل. هل المصداقية بعدها موجودة؟ حضرتك ذكرتي مصداقية، قديش نسبة وجودها هلا بالتمثيل وبالدراما؟ أكيد هي المصداقية تتراوح، يعني بين عمل وعمل، بين ممثل وممثل. هي مدرسة تمثيل أو صناعة الدراما، هي مدرسة. كل ما أنت عشتي اختبار كل ما أنت نضجتي، بس على شرط يكون الاختبار حقيقي. فبتمنى أنه نحن نتدرج أكثر وأكثر لنصير عنا المصداقية والشفافية، يعني لنعرف نميز هيك الخيط الرفيع بين الحقيقية وبين الوهم أنه نحن حقيقيين. على أمل أنه بوجود ممثلين مثل حضرتك رح نضل حقيقيين. بدي معايدة منك تقلى شمعون لكل مشاهدينا. أنا بدي أقول رمضان كريم، وبتمنى دايما يعني رمضان يكون يشهد تظاهرة ومنافسة فنية حقيقية. ومثل اليوم نحن هون بإفطار إيجل فيلمز، نحن كتير مبسوطين إنه موجود في عنا ضيوف من الوطن العربي، وعم بيصير الانصهار أكثر وأكثر، وفعلا عم نحس إنه الممثل أو الفنان هو ما له وطن، يعني أو ما له هوية، ما له هوية محدودة، هو هويته شاملة بتطال كل الوطن. فإن شاء الله نحن هيك نبقى رمز للوحدة وللتضامن العربي بوطننا العربي. شكرا لك. فادي شرب الممثل كوميدي، عم نشوفك هلا باخر فتره بكثير سلبي وغيره،
وعائلة على فرد ميرا أيضا على الـ LBC. وعم نشوف مدامتك اللي هي كارين رزق اللي عم تطلع بالدراما، خبرنا شوي عن رأيك بالكتابة وبالمسلسلات اللي عم بتقدمون كارين رزق. كارين الناس تحكي عنها، يعني شو أنا بدي أعطي رأيي، طبعا ممتازة وكارين عم تقدر تحكي المواضيع اللي بحسوا فيها كل الناس والمواضيع الواقعية اللي مش أوقات بتكون الأفلام أو البرامج أو المسلسلات شيء بيقولوا على من عمها هذه منين جاية هالكتابة، لا هي بتكتب كل شيء واقعي مثل ما الناس بتشعر مثل ما الناس بتحكي وعم تحكي أشياء تابو، يعني في أوقات أشياء ممنوع تنحكى هي عم تحكيها وهذا شيء كتير منيح. أنا مثل ما شفنا الانتقادات بآخر فترة قالوا إنه كارين وبديع بشقر عم بشجعوا على الخيانة، هيدي هي المواضيع التابو اللي كنت عم تحكي عنها. أنا بقول لك الزواج عنده مشاكل و90% من مشاكل الزواج اللي بتأدي للطلاق هي إنه بيزهقوا من بعضهم. هذه هي المساج تبعها، إنه بعد فترة كل الناس بيك وخيك وأختك وكلهم بيكذبوا على حالهم ما بيحكوا الحقيقة، اجت كارين قالت لهم هيك عم بصير، فالناس مش عم بتشجع على الخيانة، لا غريب العالم. زهقت من الزواج؟ الزواج شغلة إذا هي شغلة كفادي شربل، زهق من الزواج؟ ما عمر ما بدي فسر قلي طيب ما لحظة شو حبيبتي أنت منك مجوزة لو كان فادي شربل زهق من الزواج له فترة طويلة مجوز ما لقلك تعالى الزواج اللي يتابع فيه الانسان هو بده يكون شغله بدها تتجدد. هذا اللي عم تطرحه كارين انه لما بيوصل مرحله 10 15 سنه انت وشخص واحد اكيد بده يصير في شيء اسمه بروده. هالبروده 90% بيقعوا فيها الناس تتخبى بخيالها، جاي تقول لهم انه هاي هي القصه هيك. هلا عم بيقولوا خيانه بتشجع خيانه، هي ما بتشجع الخيانه، هي بتشجع انه في اشي عم بتصير وما حدا عم يجيب سيرتها. سألي هون الحق على الصحافة، نحن عم ننقل رأي اللي عم نشوفه، كل واحد بيقرر شو كيف يتلقى، كل إنسان بيتلقى على ذوقه. طيب فادي ليه ما منشوفك عم بتشارك بالتمثيل مع كريم بالمسلسلات اللي بتكتب؟ ما صار وقت، يمكن إذا حدا عم تكتب لك لإلك يمكن ما عم تكتب لي بين الأنين بكرة شي. لكن بالنهاية الممثل لما بيجي دور منيح ولما بيجي وقت إنه يطلع على الشاشة بغير أدوار بيعملها. وين معقول نشوفك هلا بغير كتير سلبي وعائلة على فرد ميلة؟ حضر هلا ان شاء الله ما حدا بيعرف انه بالمستقبل انه اعمل اشياء دراماتيك اعمل اشياء كوميدي، ما عندي مشكلة اكيد. ما بدك تقلنا شو في عندك؟ لا عندي الاشياء عادية، يعني هلا عندي الكوميدي لحد هلا، وعندنا تحضير فيلم سينما ان شاء الله بدش هلا قريبا، وعندنا مسرحية وهيك يعني سينما. هي كان عم بتقلي فيلم سينما شو موضوعه؟ لا فتنا فيه. لا نو ما بدك تقلي، ما عم بتقلي شيء اليوم. لا بدي اقول لك انه في فيلم سينما وهلا بلش الجمعه الجايه بنبلش نقرا، وبس نقرا وبلش العالم تعرف فيه بنقول لك كل شيء. وعد انك تقلي اكسكلوزيف لالي 100%. وعد. طيب وجه لي معايده لمشاهدينا. انا بوجه لكم معايده ورمضان كريم، وان شاء الله هالسنه تكون خير وبحبوحه، لانه اهم شيء البحبوحه بعد البحث والتدقيق، يعني بلا بحبوحه ما في شيء مزبوط. شكرا لك فادي. ميرسي حبيبي. حلاوه الدنيا كراميل ورد جوري هذا المساء لا تطفئ الشمس، كلهم مسلسلات تابعناهم خلال شهر رمضان المبارك. نحن اليوم مشاهدينا وتحت راية ايجل فيلم موجودين بافطار او حفل افطار عم تعملوا هيدي الشركة، وطبعا كان لنا لقاءات مع ابطال الافلام اللي ذكرتها ومع المنتجين.